في بعض الاحيان ممكن ان انا احط المواصفات دي في اللوج سكيل، يعني ممكن اختار ان انا احطها في اللوج سكيل. عاده الناس في الفلترز بتتكلم على اللوج سكيل اكتر ما بتتكلم على لينير سكيل. يعني قبل كده لما كنت بتكلم على الدلتا 1 وعلى الدلتا 2 كنت بتكلم على بوينت 1، بتكلم على بوينت 9، بتكلم على حاجات كده، دي كلها عباره عن لينير سكيل. اوكي، لما باخد بقى ال 20 لوج الكلام ده، لو واخد 20 لوج الماجنتيود او 10 لوج الماجنتيود سكوير، اوكي هي نفس الحاجه دي، بتديني بقى لوج سكيل نفس الفاليو، هي بتبقى بلوج سكيل. اوكي، فدلوقتي احنا بنتكلم لو احنا خدنا اللوج سكيل، لوج سكيل معنى كده واحد، واحد بيبقى كام؟ واحد بيبقى عباره عن يعني زيرو. لما باخد لوج 10 لواحد بتبقى زيرو، فمعنى كده احنا عندنا الباس باند بتاعتنا دلوقتي بقت زيرو، يعني بيسك الفاليو بتاعتها زيرو. ناخد بالنا ان احنا بناخد هنا ناقص 10، ناقص 10 معنى كده ان انا لو بتكلم على حاجه اقل من الواحد هنا، لو بتكلم مثلا على 0.9، 0.9 دي معناها انها تطلع لي في الاخر حاجه اقل من ال، يعني اللوج بتاعي يطلع اقل من الزيرو، يعني يبقى نيجاتيف. فلما اضرب في النيجاتيف هنا يبقى في الاخر بوزيتيف. اوكي، فدلوقتي الباس باند هتتعرف لي بقى بين زيرو وبين الفا ماكسيمم. الفا ماكسيمم دي هي عباره عن ناقص 20 لوج دلتا 1. اوكي، طبعا الزيرو دي هي نفسها ناقص 20 لوج واحد. اوكي، فهي نفس السبيسيفيكيشنز بالظبط، بس بدل ما بحط الرقم اللي هو اللينير بحط 20 لوج الرقم ده، ناقص 20 لوج الرقم ده. بالنسبه للستوب باند نفس الكلام بالظبط، انا كان عندي هنا دلتا 2 هيبقى ناقص 20 لوج دلتا 2. اوكي، فناقص 20 لوج دلتا 2 معنى كده انا بتكلم على برضو حاجه هتبقى ايه، هتبقى بوزيتيف. طبعا هنا الالفا مينيمم بتاعتنا دي هتبقى اكبر من الالفا ماكسيمم، لان احنا طبعا زي ما احنا عارفين هنا الدلتا 2 كل ما صغرت كل ما كان اللوج بيعلى، بس بيعلى بالنيجاتيف، يعني بيبقى نيجاتيف فاليو كبيره. اوكي، فلما اضرب ناقص 20 هتبقى اكبر من لما اكون حاطط الدلتا 2 دي قريبه من الواحد. قريبه من الواحد يبقى معنى كده اللوج ده بيبقى قريب من الصفر. اوكي، فلاقي عشان كده الفا مينيمم قيمتها اكبر من الفا ماكسيمم بالدي بي. اوكي، فنفس الكلام بالظبط، احنا هنا حطينا الفاليوز بتاعتنا بدل ما كنا حاطينها ان تيرمز اوف الفاليوز بتاعتنا في اللينير سكيل، انا حطيتها في لوج سكيل، بقت بالدي بي دلوقتي بالديسيبل. اوكي، نفس الفريكوانسي رينجز هي زي ما هي بالظبط، نفس الكلام من زيرو لغايه اوميجا بي لو كان لو باس فلتر، واوميجا ستوب هي اوميجا باس واوميجا ستوب، اوميجا ستوب لغايه باي. اوكي، تاني لو انا كنت بعمل نفس الكلام ده هو عشان هاي باس فلتر، كل اللي بعمله ان انا بغير المواصفات بتاعتي هنا بحيث انها تكون نفس المواصفات اللي انا عايزها في الهاي باس فلتر.